السعيد يمشي بكرته السعيدي للطرف الايمن زوير مترجي في منطقه الجزاء. زوير المبدع زوير مشى زوير وكان بالامكان يا ساده انه يكون افضل مما تبعنا ومما كان في الكره الماضيه. مجهود يقدر ويحترم عليه كثيرا زوير الذي تلعب بدفاع حسنيه قدير ومرر كره هدف في نادي عاده. كانت كي زوير كان ممتاز زوير مع ياسين رامي مر الكره لكن امين تغازو يضيع هدف. ابرز فرص الجوله الاولى للوداد كره من عبد اللطيف نصير في منطقه الجزاء وليد كارتي وليد امين تغازوي ممتازه جدا والبراد كان رائع للحارس عبد الرحمن الحواصي. مشات كره وداديه امين تغازوي. امين يقول الحكم واصل اللعب لا وجود للخطا يا اخي. في الكره الماضيه تتحول الكره في تماس. ابرز فرصه في الجوله الاولى وعالي المقام الحارس المميز عبد الرحمن الحواصي صد كره كانت كره صعيبه شوية على فريق الوداد الرياضي. وليد الكارتي كرة من امين تغازوي لسدد الكرة مشات بعيدة شوية. كرة للحسنية ممتازة للحسنية فرصة للحسنية والحكم يتدخل هذا المرة ويمنح ضربة خطأ. الوداد والبطولة الوطنية امين تغازوي في تنفيذ الخطأ مبعدة في يد الحارس عبد الرحمن الحواصلي. هذه فرصة أخرى تنضاف لقائمة الفرص الضائعة للوداد في الجولة الأولى من انطلاقة للحسنية. تتجاوز الخط بإشارة من الحكم. مشات كرة للوداد للإعادة. صلاح الدين السعيدي يلعب كرته للحارس عبد الرحمن الحواصلي. صلاح الدين السعيدي في قمة مستويات هذه السنة مع يحيى جبران. كاينش منطق في المباريات الاخيره في البطوله الوطنيه. المنطق خلينا المباريات اخرى ماشي المباريات الاخيره مباريات الحسم في البطوله. هذه كره الحسنيه يا سلام سلم هدف ولا في الاحلام للحسنيه. تامر صيام يوري صيام عن التهديف ويسجل هدف اقل ما يقال عنه النراع من اول لمسه في اول فرصه الحسنيه يبلغ المرمى ويسجل هدف رائع جدا. تامر صيام تامر يا ساده يتمرد على كل الوقائع ويسعد الالاف من مناصري الحسنيه ومن عشاقها بهدف جميل وجميل جدا لمتعه العين. سنراه للمره الثانيه وللمره الثالثه في انتظار الرابعه الحسنيه يسجل هدف جميل وجميل جدا في هذه المباراه عبر الفلسطيني تامر صيام. هدف لصفر. صلاح الدين السعيدي يبحث عن زوير في منطقة الجزاء. زوير كان تسلل وهدف مرفوض في الكرة الماضية. الوداد الذي يبحث عن هدف التعادل في الجولة الثانية. بابا توندي وصعود تمثيلية مهمة من لاعبي الوداد في منطقة الجزاء بحث عن استثمار هذه الكرة. تدخل عبد الرحمن الحواصلي الذي يتدخل ويبعد الخطورة. تتحول الكرة هجمة مضادة سريعة للحسنية. وعطوشي أسماء كثيرة على بابا توندي ونجام مشى ونجام هرب ونجم لوحده عنده عبد اللطيف في منطقة الجزاء. تدخل ياسين رامي لإبعاد الخطورة. كانت كرة صعبة جدا على دفاع الحسنية. الوداد يضغط بشكل رهيب مع انطلاق الجولة الثانية بحثا عن هدف التعادل. ونجم في تنفيذ ضربة ساوي للوداد. صعود من جديد لرفاقه في منطقة الجزاء بالراس بعيدة من صلاح الدين السعيدي. ضربة ساوية أخرى ودادية. الوداد يضاعف ضغطه في الجولة الثانية من هذه المباراة. مناف نبي يلعب دور جمع كرات. الوداد مبعدة تتحول من جديد للحسنية. الحسنية الذي يجتهد ويبحث عن فرصة هدف. ما كاينش تسلل تماما قاسية كرة القدم ومبدع كريم البرزاوي الذي يسجل هدف من ثاني فرصة للحسنية. في هذه المباراة يتمكن من خلالها من تسجيل هدف جميل من قدم كريم البركاوي. كوتشينج للارجنتيني ميغيل أنخيل جابوتي الذي يدفع بكريم في الوقت وسلالة مناسبين. وهو كريم لم يخيب من الالاف من عشاق الحسنية ويسجل الهدف الثاني في هذه المباراة. واصبح النتيجة 2-0. فرحة وفرحة نبي عادة.
خطأ دفاعي مكلف وصعيب أنك ترتكب أخطاء. نتلاعب عن قوة كريم مركاوي الذي يتمكن من تسجيل هدف بلمسة من تامر سيان. تامر الهداف، تامر الهداف، وتامر المبارز صاحب الأسيست هذه المرة. وكريم يا كريم، كريم يا كريم، كان في الموعد في هذه المباراة ويتمكن من تسجيل هدف جميل وجميل جدا، والهدف الثاني لحسنية في مباراة أمام الوداد. وليد بلمسة من الطرف الأيمن، بديع ووك، بديع ووك، لعب عبد اللطيف نصير، نصير يقاتل على كورتو في منطقة الجزاء لشباب تودي، وعمل ويعمل لبوفتيني، بوفتيني اسم كبير في دفاع الحسنية، يبعد الكرة تتحول لبديع، بديع في منطقة الجزاء، مازال الخطورة، كرة سددة، هدف الكامباك، هدف الكامباك، هدف العودة في المباراة من جديد. الوداد يتمكن من تسجيل هدف حدود دقيقة 69. انتظروا مباراة رهيبة في دقائق الأخيرة، مباراة مجنونة في دقائق الأخيرة. قلت لكم أن السيناريوهات كثيرة، سنتابعها عن كتف، عن كتف في هذه المباراة. إذا إعادة للهدف، بديع ووك بالراس المرة الأولى، وزهير مترجي لبابا تودي الذي يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. تصبح النتيجة 2-1، 2-1، وما زال في شعبة وفي شعبتي من يحكي هذه المباراة كثير ما يحكي اليوم. ما زال في شعبة الحرب. يلعب كورتو كريم لخمومي من الطرف الأيسر، مر الكرة من الطرف الأيسر، كرة للحسنية، إمكانية للحسنية، رد الفعل، كرة تسدد، يا سلام، أبرز ردة فعل أحمد رضا التكنوتي. والحسنية قدم اليوم دروس في التعامل مع الهجمة المضادة السريعة، ممتاز الحسنية، كانت كرة مدروسة مخدومة، وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان للغزالة للحسنية التي كانت قريبة من تسجيل الهدف الثالث في هذه المباراة. أحمد رضا وكذا ياسين الرامي، لا خوف على دفاع الحسنية في هذه المباراة. كرة من وليد الكارتي، اتجاه بديع ووك، بديع ووك في منطقة الجزاء، لحواسي الرقم واحد، لحواسي الرقم الأصعب في معادلة هذه المباراة، لحواسي وكأننا أمام حارس من حراس العظماء، يتدخل ليصد ويرد، كرة صعبة للوداد في هذه المباراة. ممكن اعتباره نجم مباراة اليوم مع تامر سيام، نجمي هذه المباراة، تامر بهدف بتمرية هدف، وعبد الرحمن الحواصي ثلاث تصديات كانت غاية في الروعة وغاية في الإتقان. كرة للوداد بالراس يحيى جبران، الكرة تستخرج اسم الجول خطأ هذه المرة، ياسين الرامي، العب كرة ياسين الرامي، الانطلاق من الطرف الأيسر، كرة ممتازة جدا أحمد رضا، أشرف داري دور حارس مرمى يبعد الخطورة، يبعد الخطورة في واحدة من أصعب اللحظات وأكثرها خطورة على الوداد في الجولة الثانية. الحسنية كان مقدور يسجل هدف ثالث في هذه المباراة.